تتخذ من تهديد الملاحه الدوليه ورقه ابتزاز للمجتمع الدولي. يعني وهذا الشيء واضح ولم يعد خفيا وبات يعني امر يعني الكل يعرفه ويدركه بما فيه المجتمع الدولي. يعني الميليشيات الحوثي لهذا الغرض كثفت من تحرضاتها واتخذت سلسله اجراءات يعني تكسير او الضغط او لتهديد الملاحه الدوليه، منها يعني نصب صواريخ بحريه في شمال الحديده وفي جنوب الحديده كثفت من تواجد ما تسميها القوات البحريه نعم حيث حولت اكبر مركز استنزاف سمكي في ساحل بحيثا يعني مركز استنزاف سمكي في منطقه الفارس حولته الى سفن عسكريه وهو في موقع استراتيجي وحرمت الصيادين منه وحولته الى سفن عسكريه للبحريه في اطار مخططها نعم أيضاً يعني سيد عبد الناصر الآن مع هذه التحركات مع هذه التحركات المسلحة في البحر يعني وقيام الحوثيين بزراعة الألغام وتهريب الأسلحة والآن أيضا حفر قناتين، ما الذي يعني كل هذه التصرفات لدول الجوار الآن؟ ما الذي سوف تقوم به دول الجوار يعني هذا التهريب؟ وش ايضا بالنسبه للدناقين البحريه يعني خطورتها يعني انها يعني من البحر الاحمر الساحل الى داخل مزارع كثيفه بحيث تسهل الميليشيات الحوثيه او تمكنها من التمويه والتخفي والتهديد يعني او اهدافها داخل البحر يعني باستخدام قوارب صغيره.